اتفضل يا دكتور، اتفضل يا دكتور، تعالى شوف بنفسك. يا سارة تعبانه مدام سناء معاكي؟ يا دكتور دي اللي عايزه تاكل ولا عايزه تسمع الكلام ولا عاوزه حتى تاخد الدواء. فين حسن يا فايز؟ فايز حاف كده؟ ده انا بقالي 20 سنه بخدم مع دكتور عز، معايا 2 دكتوراه وبكالوريوس الله يسامحك. حسن مات صح؟ حسن مات؟ فلا الله ولا فالك، ليه بتقولي كده؟ ده غاب يوم واحد، تقولي عليه الكلام ده برضو؟ لا يا ساره، هو حسن بس عنده ظروف خاصه. عنده ظروف خاصه؟ وانت دكتور ازاي يعني صاحبه ودكتوره مش عارف تخففه من الظروف الخاصه دي؟ هو مش معنى ان هو عنده ظروف خاصه يعني يا ساره ان هو تعبان، لا هو كويس بس والده هو اللي عيان عيان شديد قوي. وكمان ما ينفعش نقول له سيب باباك العيان وتعالى اقعد جنب ساره. ما هو انا كمان ساره عيانه وفي مستشفى. دي مستشفى دي ولا مش مستشفى؟ لا دي مستشفى، ما حدش قال حاجه يعني، بس احنا كلنا حواليك يعني، مدام سناء وانا والدكتور عز كلنا حواليك، انما بابا حسن ما عندوش غير حسن واحد بس، حسن واحد فقط. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ بقول لك يا ساره، انت دلوقتي ها تتغطي وان شاء الله بكره الصبح اول ما بقبق عينيك يتحرك هتلاقي حسن قدامك. ها تصبح على خير، يلا باي باي. استنى بص يا فايز، تعالى اما اقول لك. مش انت يعني وحسن انتوا الاثنين مصاحبين بعض؟ اه حسن صاحبي. طيب خلاص، يبقى انا لازم الاقي بقى في جيوبينك دول صوره لحسن عشان هو صاحبك. ما عندكش صوره لحسن يا فايز؟ لا الحقيقه انا ما عندي صوره لحسن، انما انا دايما جنب قلبي بحتفظ بصوره لحبيبي الدكتور عز. ده انت مش معايا خالص النهارده يا خالد. معلش يا سميه، اصل عندي كده مشاكل في الشغل. مشاكل الشغل بتسيبها في الشغل، واضح انها مشاكل في البيت. يعني مين ده على ده؟ انا اللي مش فاهمه مراتك دي عايزه ايه تاني. عايشه احسن عيشه مع راجل اي ست تتمناه، حرمك من خلفه ما تتكلمش، كمان تنكد عليك حياتك. لا وعامله عليا حصار في كل حته، لدرجه ان انا قاعد معاكي هنا وخايف لا يكون في اي حد بيراقبني. معقول المجنونه دي ممكن تعمل كده؟ دي تبقى عايز تخرب بيتها بايدها. واحد غيرك ممكن يتجوز عليها اللي تفرح بالولاد. تقولي لمين بقى يا سمية؟ انا كمان بصراحه خالد مش عارفه انت مستحملها ليه. ما تطلعها وترتاح. مقدرش، عندي ظروف تخليني مقدرش. هتيجي تقلبك ديت هي اللي تعباك. مش عارف هفضل مستحمل ولا ايه. انا مش بحرضك عليها يا خالد. عارف يا سمية، انا ماليش مصلحه، انا كل اللي يهمني راحت بالك. كفايه عليا الاحساس ده. انت عارف معزتك عندي يا خالد، قولي لو في ايدي حاجه اعملها. انا محتاج اخد قرار بدل ما انا تايه بالشكل ده. هددها انك هتتجوز عليها، يمكن ده يخوفها وتعقل. ما اقدرش. ياه للدرجات دي بتخاف منها؟ انا ما بخافش من حد، بس ظروفي كده. محدش بيخلى من مشاكل يا خالد. انا كمان طليقي عامل عليا حصار، رفع عليا قضيه عشان ياخد حضانه الولد عشان طبيعه شغلي. رفع عليكي قضيه فعلا؟ لا، بعت لي تهديد، والمحامي بتاعي خوفني لما قال لي ان ممكن يكسب حضانه الطفل علشان طبيعه شغلي. بس انا عارفه هو بيعمل كده ليه. ليه بقى يا زوجي؟ عاوز قرشين وبيضغط عليا بحضانه الطفل. اديله اديله وخليه يحل عننا، قصدي عنك طبعا. منين يا خالد؟ وانا الفلوس اللي خدتها تمن مجوهراتي حطيتها في الشقه الجديده. وانا رحت فين يا حبيبتي؟ انا تحت امرك في اي مبلغ تطلبيه. انت ذنبك ايه بس يا خالد؟ مش معقول اشوفك بتتعذبي واقفه تفرج. ها جوزك ده يساوي كام؟ يعني مش اقل من 30,000. حاضر يا بكره بعتي لي اي حد الشركه علشان ياخد الشيء. انا مش عارفه اقول لك يا خالد، وقفتك جنبي دي عمري ما هنساها، بس انا مش هقدر اوديلك الفلوس دي دلوقتي. مين قال بس ان انا عايزه؟ ان شاء الله.